شكري يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي ويؤكدان الرفض على إقدام إسرائيل على أي عملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية. داعش الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف العنيف على قطاع غزة، وارتفاع حصيلة الشهداء لأكثر من 33,600 شهيد وأكثر من 76,000 مصاب. في ظل تهديد إيران بضرب إسرائيل، البيت الأبيض يؤكد أن واشنطن تراقب الوضع عن كثب وأنها ستقف بجانب إسرائيل. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن لتناول تطورات أزمة قطاع غزة وتداعياتها الإقليمية. وقد بحث الوزيران الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث أكد الوزير شكري على ضرورة مواصلة الضغط على إسرائيل للامتثال لمسؤولياتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، لا سيما من خلال التوقف عن استهداف المدنيين العزل وفتح المعابر البرية الحدودية بين إسرائيل والقطاع لزيادة تدفق المساعدات وإزالة المعوقات الخاصة بدخول المساعدات، بالإضافة إلى السماح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم في شمال غزة. وشدد الوزيران على رفض إقدام إسرائيل على أي عملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية، لا سيما في ظل العواقب الإنسانية الجسيمة لمثل هذا الإجراء وتداعياته الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة. كما جدد الوزير شكري التأكيد على رفض مصر القاطع لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، لما ينطوي عليه هذا الإجراء من هدف تصفية القضية الفلسطينية في انتهاك جسيم لأحكام القانون الدولي. وتطرق الوزيران خلال الاتصال إلى التوترات المتزايدة في المنطقة وأهمية العمل على احتواء التصعيد الجاري لخطورته وآثاره السلبية على استقرار المنطقة وشعوبها. تواصل مصر جهودها لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. وفي هذا الإطار يواصل معبر رفح فتح أبوابه لدخول المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة وإدخال أطنان المساعدات وصولا لاستقبال الجرحى. We'll be right back.
استقبل مطار العريش الدولي طائرة مساعدات من روسيا لصالح الفلسطينيين في قطاع غزة. وصرح مصدر مسؤول بمطار العريش أن الطائرة تحمل على متنها 30 طنا من المواد الغذائية، وهي مقدمة من الحكومة الروسية لصالح قطاع غزة. وفي سياق متصل، دخل عبر ميناء رفح البرية اليوم 35 مصابا و32 مرافقا فلسطينيا قادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج في مستشفيات مصر. وصرح مصدر مسؤول بميناء رفح البري أنه يوجد في منفذ رفح 375 من حملة الإقامات، بالإضافة إلى 50 شخصا يحملون جوازات سفر مصرية. المزيد من التفاصيل يطلعنا عليها من العريش الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. إليك كريم. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ما زلنا في متابعة مستمرة للمجهودات المصرية لإدخال المساعدات الإغاثية المختلفة والمتنوعة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. نتحدث عن إدخال عدد كبير من الشاحنات الإغاثية إلى الناحية الأخرى، حيث دخل عبر بوابة معبر رفح المصرية حتى الآن 50 شاحنة بالفعل محملة بعدد كبير من المواد الإغاثية المتنوعة، ودخل إلى معبر كرم أبو سالم أكثر من 70 شاحنة، حتى الآن أكثر من 77 شاحنة دخلوا إلى الناحية الأخرى، ليرتفع إجمالي عدد الشاحنات إلى 129 شاحنة دخلوا بالفعل إلى الناحية الأخرى. بالإضافة لذلك أيضا من أهم الشاحنات هي الشاحنات مواد البترولية مثل شاحنات الغاز، فدخل بالفعل 4 شاحنات للغاز عبر بوابة معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم. نتحدث أيضا عن استمرار لاستقبال الأشقاء المصابين من قطاع غزة. نتحدث عن استقبال 35 مصابا بالفعل دخلوا إلى الأراضي المصرية ليتلقوا العلاج في المستشفيات المختلفة من مستشفى العريش ومستشفى بئر العبد، وأيضا عدد من المستشفيات في القاهرة التي حددتها وزارة الصحة، هذا بالإضافة للمرافقين لهؤلاء المصابون الذين دخلوا بالفعل إلى الأراضي المصرية. بالطبع التوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت بدخول حد أدنى 300 شاحنة في اليوم، ولكن بالطبع قوات الاحتلال دائما تعرقل دخول هذه الشاحنات، وهذا ما أدى إلى التحرك المصري من جانب القوات المسلحة بإنزال وإسقاط جوي للشاحنات المساعدات الإغاثية لشمال قطاع غزة بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية. هذا بالطبع فضلا عن المجهودات الدبلوماسية المختلفة للوصول لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار للتخفيف عن كاهل الأشقاء في قطاع غزة. والآن عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى. أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان المستمر على القطاع إلى 33,634 شهيدا و 76,214 مصابا، وذلك منذ 7 أكتوبر من العام المنصرم. وفي بيانها اليومي أشارت السلطات الصحية في غزة إلى ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي 8 مجازر بحق المدنيين الفلسطينيين. أسفرت عن وصول 89 شهيدا و 120 مصابا إلى المستشفيات خلال الساعات 24 الماضية. أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تعلق على تقارير عن هجوم إيراني وشيك على إسرائيل. وأعلن البيت الأبيض أنه سيتعين على واشنطن أن تنظر في وضع قوتها بعد التهديد الإيراني، مشيرا إلى أن التهديد الإيراني المحتمل لا يزال قائما وحقيقيا. كما أضاف البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستحمي شعبها ومنشآتها وأنها تراقب الوضع عن كثب. كان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أكد أن إسرائيل يمكنها الاعتماد كليا على الولايات المتحدة في مواجهة تهديدات إيران ووكلائها. أدانت وزارة الخارجية السودانية استضافة فرنسا مؤتمرا إنسانيا حول السودان في 15 من إبريل الجاري. وفي بيان لها أعربت الخارجية السودانية عن بالغ دهشتها واستنكارها لانعقاد المؤتمر حول شأن من شؤون السودان دون تشاور أو تنسيق مع الحكومة السودانية ودون مشاركتها.
انطلاقا من الدور الاجتماعي لوزارة الداخلية، واصلت الوزارة مشاركتها المواطنين في الاحتفال بعيد الفطر المبارك من خلال توزيع الورود والهدايا عليهم بالشوارع والميادين المختلفة على مستوى الجمهورية. كل سنة وشعب مصر بخير، كل سنة والشرطة المصرية بخير، كل سنة وانت طيب يا ريس، وعيد فطر مبارك علينا جميعا يا رب. بكل فخر انا ليا ظهر عايش تملي بحسها، لفيت بلاد بجواز سفر علي شعرها واسمها، انا من البلد اللي عايشه برحمه الرحمن، في بلدنا مسجد وكنيسه ومجمع ديان. انا من مصر. كل سنه وحضراتكم طيبين، ميرسي جدا على كل حاجه بتعملوها. تسلم ايدين شعبي بيدينا ملا، مصري مصري من الأساس، يا رب عوض صبرنا والخير يفيد على أرضنا. كل سنة ومصر بخير، وكل سنة والرئيس بخير. صح يا مصر، معروفة بأمنك وأمانك، يا كبيرة وفي القلب مكانك، وبعون الله مع شرطتنا هنضحي بأرواحنا عشانك. أنا من مصر. ربنا يعود عليكم الايام بالخير والامن والامان يا رب. الشكر والتحيه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، وسائلين المولى عز وجل ان البلد دايما تكون في تقدم وازدهار. انا من مصر. تسلم ايدين شعبي بايدينا ملاساس. كل سنه وانتم طيبين، وعيد فطر مبارك عليكم جميعا يا رب، وعلى الشرطه المصريه، ودايما في امن وامان كده باذن الله. والرئيس بتاعنا دايما بخير يعني الحمد لله، وعيد سعيد يا رب علينا كلنا جميعا ان شاء الله. هنقول للعالم دي بلدنا، والخير هيعم على اولادنا، من بحر لغايه اسوان، على حب الغاليه توحدنا، الدنيا بحالها بتتمنى، لو نظره رايحتها من الجنه، يا اصيله واصلي اللي بناكي، حلواني يا مصري ماهوش بالنا، معروفه بامنك وامانك، يا كبيرة وفي القلب مكانك، وبعون الله مع شرطتنا هنضحي بأرواحنا عشانك. كل سنة وكل مصر بخير وطيبين، وإخواتنا المسلمين والمسيحيين كلنا احنا بنحتفل بالعيد رمضان يعني، فكل سنة وكل مصر طيبة. بنهني كل شعب مصر والقيادة السياسية والشرطة اللي متواجدة في كل مكان وفي كل وقت. أنا فرحانة أنهم متواجدين معانا في كل لحظة، مش بيسيبونا أبداً، في كل مكان بنلاقي الشرطة المصرية. بكل فخر أنا ليا ظهر عايش تملي بحسها، لفيت بلاد بجواز سفر علي شعرها واسمها، أنا من البلد اللي عايشة برحمة الرحمن، في بلدنا مسجد وكنيسة. كل عيد فطر وكل الشرطة المصرية بخير وفي أحسن حال، وعيد سعيد عليهم كلهم. يا رب عوض صبرنا والخير يفيد على أرضنا، واللي بيحفظ أمنها دول أغلى ناس. كل سنة وأنتم طيبين، وكل سنة والرئيس بتاعنا طيب، ويعود عليه الأيام بخير يا رب، ومصر ومصر الحبيبة تكون بخير إن شاء الله. لفتة جميلة جدا، كل سنة والشرطة المصرية كلها بخير، وكل سنة وحضرتك طيب يا ريس. بكل فخر أنا ليا ظهر عايش تملي بحسها، لفيت بلاد بجواز سفر علي شعرها واسمها. لولا الشرطة ما كانش في أمان، لو ما فيش شرطة ما فيش أمان. أنا من مصر، أنا من البلد. كل سنة والرئيس طيب وربنا يحميه، وإن شاء الله أكبر وأكبر وأكبر أشوفه أحسن. أنا من البلد اللي معظم ناسها تشبه بعض. بنحس بالأمان طبعاً وأنتوا واقفين على الطريق كده وبتأمنونا، والبلد كلها أمان. كل سنة طيب يا ريس. معروفة بأمنك وأمانك، يا كبيرة وفي القلب مكانك، وبعون الله مع شرطتنا هنضحي بأرواحنا عشان. واستمرارا للدور الاجتماعي لوزارة الداخلية وحرصا على الاحتفال مع المواطنين بعيد الفطر المبارك، قامت الوزارة بتوزيع كعك العيد على نزلاء دور رعاية المسنين والأيتام، واصطحب الأطفال الأيتام للمحال التجارية وشراء ملابس للعيد لهم.
في إطار حرص وزارة الداخلية على مشاركة المواطنين الاحتفال بالمناسبات والأعياد من منطلق تفعيل دورها الإنساني والاجتماعي في تحقيق التواصل مع كافة فئات المجتمع. مصر الأمل ده مش مجرد شعار لكن حقيقة. احتفلت الوزارة بعيد الفطر المبارك مع نزلاء دور رعاية الأيتام من خلال توجيه مأموريات إلى هذه الدور على مستوى الجمهورية وتوزيع هدايا عليهم. بنشكر وزارة الداخلية على المجهود ودعم الدائم للدار والأطفالنا، خليتهم علينا في كل موسم وفي كل زيارة بتدعم ولادنا فيها وبتدخل عليهم البهجة والسرور. السنة دي الولاد اتبسطوا جدا باللبس اللي جالهم، وبشكرهم على حسن تعاونهم معنا وعلى وجودهم معنا في كل المناسبات والأعياد. أنا مبسوط لوزارة الداخلية جت تحتفل معنا وتدينا لبس العيد وكحك العيد، وانا فرحان قوي انهم بيجوا يعملوا لنا حفلات كتير، واتبسطنا النهارده وكل سنه وانتم طيبين. اضفت هذه المبادره الانسانيه من الوزاره فرحه كبيره على الاطفال الايتام نزلاء هذه الدور الذين ثمنوا غاليا دور الوزاره في تقديم الدعم والرعايه لهم وعلى مدار العام. عندي امل فيكم وبيكم نبني عزيمه وعمل. بنشكر وزارة الداخلية على دعمها المتواصل لينا في جميع المناسبات، ودايما وزارة الداخلية في جميع المناسبات الدينية والأعياد والمواسم دايما في ظهرنا وبتدعمنا باستمرار. نفسي ان هم يجونا كل يوم، وفرحان ان هم بيجيبوا لنا هدوم العيد. بشكر الضباط جدا جدا ان هم جم معانا النهارده، واحنا فرحانين بيهم ونفسنا ان هم يجوا تاني. وفي لفته انسانيه من وزاره الداخليه تجاه الاطفال الايتام، تم اصطحاب عدد من هؤلاء الاطفال على مستوى الجمهوريه الى المحال التجاريه وشراء ملابس العيد لهم، وهو ما زاد من فرحتهم واحساسهم ببهجه العيد في ظل الاهتمام الذي توليه الوزاره لهم. وزارة الداخلية واصلت احتفالاتها مع المواطنين بعيد الفطر المبارك عبر توجيه مأموريات إلى دور رعاية المسنين على مستوى الجمهورية، حيث تم توزيع بوات تحتوي كحك العيد على نزلاء هذه الدور الذين تحرص وزارة الداخلية على رعايتهم طوال العام. عندي أمل فيكم وبيكم. كل سنة وانتم طيبين، ويخليكم لينا ويبارك فيكم ويتنكم ظهر وسند لينا على طول يا رب. كل سنة والشرطة كلها طيبة إن شاء الله. هكذا تتنوع احتفالات وزارة الداخلية مع المواطنين بالعيد انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للوزارة وحرصها على مشاركة المواطنين الاحتفال بالمناسبات والأعياد المختلفة. وصل المواطنون توافدهم على المتنزهات بأسوان في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حيث زاد الإقبال على حديقة فريال التاريخية التي أنشئت عام 1944 ميلادية نظرا لموقعها المتميز. ووفرت محافظة أسوان دخول الحدائق الأخرى بالمجان مثل درة النيل والسلام والخزان، وعبر المواطنون عن سعادتهم البالغة بالقيام بهذه الجولات سواء الأسرية أو مع الأصدقاء. احنا حاليا في ثالث أيام العيد المبارك، جمعة مباركة إن شاء الله علينا وعلى أمة محمد جميعا، وعلى اخواتنا الاطباء برضو بمناسبه شم النسيم وعيد الربيع، وكل عام وانتم بخير. وزي ما انتم شايفين اجواء جميله جدا، الشمس مشرقه والاطفال سعيده اصلا. تمام، بالنسبه لاسوان طبعا شعب مضياف، جو بديع طول السنه. جينا احنا والاولاد نتمشى كده ونتفسح في ايام العيد، عشان جنينه فلال جنينه مميزه في اسوان، واسعارها رخيصه، التذكره بتاعتها ب 5 جنيه،
فمتناول يد الجميع. كل سنة وانتم طيبين، تعالوا تفسحوا في جنينة فريال. احنا جينا انا واخواتي. هنا المكان جميل ونظيف بصراحة ورخيص، والدنيا جميلة بصراحة ومرتاحة هنا، وفي هدوء وأمان، والحمد لله ربنا يعيدها على الشعب المصري كله بخير يا رب. وفي الإسماعيلية احتفل الآلاف بعيد الفطر المبارك، حيث توجهوا للحدائق والمتنزهات وسط أجواء من الفرح والبهجة، واستقبلت المحافظة آلاف المواطنين من جميع محافظات الجمهورية، جاءوا للاحتفال بعيد الفطر والاستمتاع بأجوائها المعتدلة وشواطئها المميزة. وقد قامت المحافظة استعدادا لاستقبال المواطنين، قامت برفع كفاءة المرافق، كما قررت بعض الأماكن العامة فتح أبوابها بالمجان للمواطنين. كل سنة وكل الشعب العربي والشعب المصري ورئيسنا وكل حكومتنا بخير. بنهني الشعب المصري على العيد الجميل دوت اللي هو جه بعد تولي الفترة الثانية لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. بنقول للشعب احنا بإذن الله معاكم وفي ظهركم، وكحياة كريمة النهاردة متواجدين معاكم، وبنقدم لكم شوية هدايا كده بسيطة لأطفالنا وأولادنا، وبنقول لكم كل سنة وانتم طيبين واحنا معاكم في كل وقت. سنة وانتم طيبين. عايز أقول للشعب المصري كله احنا مبسوطين النهاردة، وكل سنة وانتم طيبين، ونقول لسيادة الرئيس كل سنة وحضرتك طيب، وبنهنيك على فترة رئاسة جديدة. بنهني الشعب المصري كريم بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاد الله على الأمة الإسلامية بالخير، وبنقول لهم كل سنة وانتم طيبين، وبنقول لسيادة الرئيس شكرا على هديتك، وبنتمنى منك المزيد بحياة كريمة. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم بخير، وكل سنة والشعب المصري بخير، ونتمنى الخير لبلدنا، وكل سنة والرئيس طيب، وإن شاء الله عيد سعيد علينا كلنا. رفعت فنادق مدينة الغردقة شعار كامل العدد في عيد الفطر المبارك، وتواصلت الاحتفالات بالمنتجعات السياحية التي زينت مطاعمها بالكعك ومختلف أنواع السمك المملح. وشهدت الفنادق تدفقا كبيرا من الزوار المصريين، حيث قدمت عروضا سعرية مميزة لجذب المصريين، ما أحدث انتعاشة في حركة السياحة الداخلية مع قدوم أعداد كبيرة من السياح الأجانب والعرب لمصر خلال تلك الفترة. احنا بالنسبة للفطار بيبقى فيه تنوع مختلف شوية، بيبقى داخل فيه الشرقي والانترناشنال، الكونتيننتال، الانجليش بريكفاست، ده بيبقى موجود بالنسبة للفطار. طبعا عشان اول يوم العيد وايام العيد بنبقى بدايتنا الكحك بقى والبسكوت والحاجات اللي هي بتاعتنا بتاعت المصريين دي، الفسيخ والرنجة دي بننزلها على الغداء عشان طبعا ما تبقاش تقيل على الناس في الفطار الصبح. احنا مدار الثلاث ايام عندنا اكتيفيتي كتيره زي فلاي بورد، وبالليل عندنا ايجيبشن نايت، وعندنا بيتش فيستيفال، اوكي، وبكره عندنا فومان كلاب بارتي على البيتش. على مدار الثلاث ايام عندنا اكتيفيتي كتير للجست هنا. بنقدم عروض واحتفاليات لتنشيط السياحه عباره عن فلاي بورد. الفلاي بورد ده لعبه مائيه بتتصل بجيت سكي، بتستخدم بواسطه قوه الدفع بتاعت الجيت سكي، بنقف على الهافر بورد او الفلاي بورد تقريبا زي الهافر بورد، وبنطير على ارتفاع حوالي 20 متر. كما نظم عدد من الفنادق السياحية بالغردقة حفلات مسائية على شاطئ البحر الأحمر خلال ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وحملت الحفلات الطابع الفرعوني من خلال فقرات يرتدي فيها المشاركون الزي الفرعوني، كما يضم موقع الحفل المجسمات الفرعونية التي لاقت استحسان المصريين والسياح. في أجواء كرنفالية سياحية تشهد شواطئ الغردقة إقبالا كبيرا من المصريين والسائحين لقضاء الإجازة بين المعالم السياحية الفريدة بالمدينة. الغردقة التي تعد واحدة من أهم المقاصد السياحية تواصل استقبال أعداد كبيرة من رحلات السائحين القادمين من كافة دول العالم، وهو ما دفع مسؤول الحجز بعدد من الفنادق والقرى السياحية بالغردقة لرفع شعار كامل العدد،
حيث سجلت نسب الإشغالات الفندقية بعدد من الفنادق والقرى السياحية إشغالات مؤكدة 100% من السياحة الداخلية والأجنبية، فيما تراوحت نسب الإشغالات في باقي الفنادق من 80 إلى 90% وفقا للحجوزات المؤكدة. احنا في عيد الفطر المبارك عندنا البوفيهات بتاعتنا بالنسبة للفطار بيبقى فيه تنوع مختلف شوية، بيبقى داخل فيه الشرقي والإنترناشنال، الكونتيننتال، الانجليش بريكفاست، ده بيبقى موجود بالنسبة للفطار. طبعا عشان أول يوم العيد وأيام العيد بنبقى بدايتنا الكحك بقى والبسكوت والحاجات اللي هي بتاعتنا بتاعت المصريين دي، الفسيخ والرنجة دي بننزلها على الغداء عشان طبعا ما تبقاش تقيل على الناس في الفطار الصبح. وكعادتها حققت الإشغالات السياحية للمصريين والأجانب بالفنادق نسبا مرتفعة، والتي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري لاستقبال الزائرين والاستمتاع بعطلات الأعياد، كما جذبت العروض المائية النزلاء بالفنادق. بنقدم عروض واحتفالات لتنشيط السياحة عبارة عن فلاي بورد. الفلاي بورد ده لعبة مائية بتتصل بجيت سكي، بتستخدم بواسطة قوة الدفع بتاعت الجيت سكي، بنقف على الهافر بورد أو الفلاي بورد تقريبا زي الهافر بورد وبنطير على ارتفاع حوالي 20 متر. ومن منطلق حرص المنشآت السياحية على مشاركة النزلاء أجواء عيد الفطر المبارك، حرصت الفنادق على توفير المأكولات المشهورة في الأعياد كالكعك والبسكويت والرنجة، بالإضافة إلى توفير باقي أنواع الأطعمة التي تحظى باهتمام النزلاء. على مدار الثلاث أيام عندنا أكتيفيتي كتيرة زي فلاي بورد، وبالليلة عندنا إيجيبشن نايت، وعندنا بيتش فيستيفال، أوكي، وبكرة عندنا فومان كلاب بارتي على البيتش. على مدار الثلاث أيام عندنا أكتيفيتي كتيرة للجستين. من جانبها قررت وزارة السياحة والآثار إرسال لجان من وزارتي الصحة والسياحة للقيام بأعمال التفتيش الدوري والمفاجئ على جودة الخدمات المقدمة للنزلاء بالفنادق، والتحقيق في أي شكاوى من النزلاء حول جودة الخدمات المقدمة. كما شددت غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية على جميع الفنادق بضرورة الالتزام بقرارات وزارة السياحة بتطبيق الحد الأدنى لرسوم الإقامة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، فيما يسود طقس مائل للبرودة ليلا. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وبعض العواصم العربية والعالمية. انتهت أخبارنا، وهذه تذكرة بالعناوين. شكري يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي ويؤكدان رفضهما إقدام إسرائيل على أي عملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف العنيف على قطاع غزة، وارتفاع حصيلة الشهداء لأكثر من 33,600 شهيد وأكثر من 76,000 مصاب. في ظل تهديد إيران بضرب إسرائيل، البيت الأبيض يؤكد أن واشنطن تراقب الوضع عن كثب وأنها ستقف بجانب إسرائيل. انتهت نشرة التاسعة. شكراً طيب المتابعة وإلى اللقاء.